سيارة مفروض طبت علينا بها قام يصيح الله أكبر الله أكبر من تقربون عليه فجر السيارة عاد احنا ضربنا هاي فرصته خمس عبوات لا واحدة ولا عبوات كنت تدور على عبوة واحدة خمسة دور يطلع واحد يقول لك يعني هاي الرعية ضد اللي بيهم تعيش يعني إنسان شريف عايش لا لا من لا شط هاي هناك يا بي الحرق بيها ما مبين حسبي الله والساعة بالخمسة ونص حسينا على صوت الانفجار وطلعنا لقينا هاي الباب مفلش رجال الشرطة عندنا في الشرطة يا أخي الجهاد يلا